قصف إسرائيلي جديد يستهدف تجمعات الميليشيات الإيرانية في سوريا، هذه المرة في مركز ثقلها بريف دير الزور. أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً حصيلة القصف الجديد، ليعتبر هذا الحدث أهم تصعيد إسرائيلي ضد نظام خامنئي في مستهل العام الجديد. مصادر محلية أكدت أن القصف استهدف مستودعات الميليشيات الإيرانية في ناحية عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدف مواقع ومستودعات ذخيرة ومعسكرات تدريب في بادية البوكمال والميادين. وتضم محافظة دير الزور أهم تجمعات للميليشيات الإيرانية ومستودعات أسلحتها، كما تضم منصات إطلاق صواريخ وقواعد هامة بحكم قربها من العراق. وهذا يفسر أن معظم الضربات الإسرائيلية تتركز في محافظة دير الزور. الموقف الإيراني من الضربات الإسرائيلية لم يتغير، مجرد إدانة وتوعد بالرد دون فاعلية تذكر، وهي عادة طهران التي جرت عليها خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح قصف الميليشيات الإيرانية حدثا شبه يومي في مختلف المناطق السورية. في المقابل تسير تل أبيب على خطة بعيدة المدى بحسب مراقبين، تهدف إلى إنهاك الميليشيات الإيرانية وإبقائها تحت الضغط من دون اتخاذ ضربات قاضية قاصمة تصيب المشروع الإيراني في مقتل. ويفسر المراقبون هذا التوجه برغبة إسرائيلية في استثمار حالة الفوضى التي يخلفها الوجود الإيراني في سوريا، وبنفس الوقت منع المشروع الإيراني من التمدد خارج حسابات تل أبيب. وكما هو ملاحظ، تواصل الميليشيات الإيرانية أنشطتها التخريبية من تهجير السكان والسطو على الممتلكات وخطف المدنيين، رغم خسارتها الشهرية للعشرات من مقاتليها بفعل القصف الجوي من الطائرات الإسرائيلية أو الأمريكية.